بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع الصغير أحاول أستعرض بعض أبحاثي السابقة 20 21 19 18، واليوم وأنا أجهز بعض الملفات حاولت أمام كل بحث أضع الربع الذي يقع فيه البحث أو المجلة، والحمد لله كانت طيبة ابتداء من هذا البحث في 22، أول بحث في 22 في Q1، وكما نلاحظ هنا وبحمد الله معظم الأبحاث في فئة Q1 والQ2. طبعا أثناء تجهيزي أو البحث عن الربع الذي يقع فيه البحث، بحمد الله وجدت معظمها تقع في Q1 والQ2. أغلب الأبحاث لو عديتها بحمد الله حجد أن معظمها في Q1 ثم Q2 وبعضها في Q3 أو Q4، وهذا بحمد الله. طبعا المرء ينبغي أن يستعرض أعماله حتى تبقى دافع للأعمال المستقبلية بمشيئة الله. هذه أبحاثي إلى طبعا سابقا أعتقد لم تكن موجودة لدى معظمنا ثقافة الـ ISI أو الـ Web of Science، يعني كان يكتفى بالمجلة التي تكون تابعة لمؤسسة علمية معروفة مثل مجلة الإنزيام الأسترالية، وهي الآن في الكيون والحمد لله.